عن المراكز بجي للمراكز لكن ما بعد برنامج البزنس اثنين بكل تأكيد. يعني لو سألت الشباب مثلا اللي هم الآن تقريبا خارج المنافسة عن المراكز اللي هم الغير منافسين على المراكز العائدين، لو تسأل مثلا عادل بن هيف هو متسابقة من تسأل شقران مثلا، لو تسأل شقران تقول من تتمنى المركز الأول، أكيد بيعطيك اسم واحد طبيعي جدا. كذلك الشباب اللي منافسين على المراكز ومنافسين على تاج البزنس شقران شقران والله ما حد دفك من فوق الخيل والله انت طايح بالحال. وبعدين يا عيال يقهر طاح بسرعه وقام بسرعه، ترى هو رايح انت مخدان، انت مخدان فهمت صايحه، انت مخدان فهمت، وترى رجلي توجع بس ما اخذت العز بس طاح واقف بس انه وشو ايوه جسد مقول الطاح واقف. طيب حمد ما له علاقه. انت ما تبيني كم من نقطتي علم حبيبي الله يسعد. طيب والله ما ورانا شيء. طيب بالنسبه للشباب ما بعد البرنامج، انا اتمنى يعني حتى الشباب المنافسين على تاج البزنس او المنافسين على المراكز، يمكن واحد متخيل انه راح ياخذ الاول فينصدم انه مثلا الثاني او الثالث او انه يمكن ما ياخذ مركز. اللي انا ابيه وهم ان شاء الله قد الثقه انه بعد البرنامج انه لا ندخل في بثوث او لا ندخل في سبيسات ونقوم مثلا نشكك او نقوم مثلا نضرب في زملائنا او نقوم مثلا نقلل من الجائزه عشان احنا ما اخذيناها. هذا الشيء مردوده عليكم انتم كمتسابقين، مردوده على نسختكم، مردوده على شخصك انت المتكلم المتحدث، على شخصك قبل الناس كلها. ليش؟ لان اول من بيوقف ضدك ما بيقول القناه يعني لو بتتخذ اجراء اذا كان في بالها انها تاخذك كمقدم تقول لا ستوب، يعني هذا متكلم عني كيف اجيبه مقدم. لكن حتى على صعيد الجمهور ذكي، والجمهور الان احنا وصلنا اللهم لك الحمد في 2023 الجمهور واقعي ذكي جدا. من تطلع من البرنامج كمتسابق وتقوم تشكك او تتحدث عن الكيان او تتحدث عن النسخه، اول من يحاربك جمهورك صح. واول من يردعك عن خطأ جمهورك. ليش؟ لانه محب ولا يبيك تقع في هذا الخطأ اللي نعتقد انه خطأ يعني شنيع جدا. اما بالنسبه للمراكز انا قلت سابقا انه فيصل بن طلال وفلاح بن فراج توقعي انهم راح ياخذون اثنين من المراكز فيصل بن طلال وفلاح بن فراج، الثالث يعني ربما وليد البحيح، ربما عايض الزايد، ربما حصان اسود قادم من مراكز معاذ، منافسه كبيره من معاذ الغرام. اي انا اقول لك الاثنين هذول انا اتوقع انهم ثابتين رغم ان التصويت انتهى يوم السبت الساعه 5 العصر، يمكن قبل نهايه التصويت بدقائق بسيطه جدا تنقلب الموازين كلها. وانا متاكد انه ممكن يصير فيه انقلابه، ولكن الى الان وحسب الاحداث اللي صارت والتحديثات فيصل بن طلال فلاح بن فراج لهم مركزين من ضمن المراكز. بالنسبه لتاج البزنس ما زلت اقول ان خالد السهلي وكذلك اسامه بن عوضه، خالد السهلي، اسامه بن عوضه، خلف، نايف، عايض، نايف، عايض، ولكن خالد السهلي، خالد السهلي، خالد السهلي، لا لا خالد السهلي اتوقع هو الوحيد اللي راح يعني ياخذ احدى المراكز الثلاث، اما الثاني والثالث او المركزين الباقيه في ثبات راح يكون فيها تنافس. ترى في اسم جديد يعني في اخر تصويت، مهند بن فردان دخل في تاج البزنس العاشر، الصارم خطير يعني، هل الصارم بيجي من تحت مدرع على متواجد هو ترى في المركز من فتره اي، بس انه لا 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 ترى التصويت الماضي كان فقط سعود الوازي اللي من برا المنافسه. اي لا لا كان مهند موجود، سعود كم تأكيد سعود التاسع. اي تأكيد لك مهند لا كان موجود، مهند ما كان موجود، مهند ما كان موجود، ارجع مهند ارجع ما كان في قبل كان موجود، لا مهند ما كان في تجربه، كان في البدايه كان موجود في البدايه اي انه دخل اي في واحد من التحديثات، في يمكن تحديث او تحديثين، بس انه سعود ترى سعود تلاحظ ترى ثابت من التاسع، هو سعود انت خلصت يعني وقفت كذا يعني هالمراكز 11 12 15 17 ما سووا شيء يعني، انه سعود من يعني من يوم بدا التصويت التاسع واقف صح مسوي كذا. مجد عبد الله ما ادري ايش فيه، سعود وازي ايه سعود في التاسع على التسعه إيه. هم ناسينه في التحديث رجال اللي دخل بينات لو وصل ثمانيه راح العاشره. ودنا برضو نركز على فكره معينه، ترى آخر تحديث في التصويت الجمهور في تصويت المراكز الاولى، الاول فلاح، الثاني وليد، الثالث فيصل، الصوره بالغلط يعني الصحيح الاسماء وليس الصور. بس ترى خلف لو تلاحظون ترى ماسك مركزه الرابع، من هذا دليل انه في شيء عند خلف وين في الجمهور في تاج البزنس الرابع
في اخر التحديثات الرابع صح؟ باقي ما رده في الاول اي يعني هذا دليل انه عنده شيء، انا ترى ما اخاف من اللي يجي الاول ثم من الرابع ثم يجيك من الثامن يروح الاول، لا انا اخاف من اللي ماسك مركزه ثبات هذا عنده خطه عنده جالس يقيس اي ترى هو جالس يقيس اللي قدامه هو يعني متحكم فيها ممكن شفنا انا اعتقد انه خلف هو الحصان الاسود شفت انا محمد سراج في كذا مره اعداد متى التحديث الجاي؟ نحتاج بس فيما يخص موضوع التحديث طيب فيما يجهز موضوع التحديث منافسة جدا جميلة ما بين المتسابقين والأجمل أكيد تفاعل الجمهور معها حتى مع وجود بعض المناغصات ولكن هذه الرسالة حتى للمتسابقين وأهالي المتسابقين في النهاية هذه مسابقة ويعني راح تذهب لمن كتبت له الكل عمل الكل اجتهد الكل حاول الكل يتمنى الكل يحلم ولكن في النهاية يعني المراكز راح تذهب لمن استحقها سواء بالتصويت المادي أو حتى بموضوع النقاط هذا الأمر بحد ذاته يعني لازم تدركونه هذا الأمر الأول الأمر الثاني رسالة حتى للمتسابقين بكرة كرنفال يعني يليق فيكم نسخة البزنس مثل ما قلت ومثل ما كررت أنها نسخة يعني حصلت على الأولويات بشكل كبير وأنا في داخلي أن هذه النسخة يعني راح تكون قريبة لقلبي بشكل كبير كوني أنا عدت من الباب الكبير مع وجود هذه النسخة فراح أكون محامي نسخة البزنس اثنين بكرة الحفل راح يكون استثنائي كل الأعمال المجهزة لها استثنائية وبإذن الله أنه يليق بكم مشاهدين الكرام وحتى المتسابقين سم تركي ودي بس لو تنوع على الجمهور ودنا برضو ناخذ تغريداتهم عن فقرة بدون تحيز ونقراها لأنهم شركاء نجاح يا ليت تكتبون تغريداتكم يا جماعة الخير ونقراها لكم إن شاء الله ناخذنا بعض من التغريدات ونقراها لكم على الهواء على طاري تغريداتكم عن فقرة بدون تحيز طبعا أبرز الأحداث اللي جالسه في ذاك تفقدون متفقدين إيه؟ فقرة بدون تحيز ولا فقرة تحيز تبقى. لا 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 بدون تحيز هي تحيز متى تيجي الفقرة هذه بعد فقرتنا بس عند المتسابقين طيب خلني اقول شيء للأمانة يعني شهادة حق